السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. اليوم نستكمل محاضرتنا وموضوع تحليل المش أناليسيز. مثل ما شرحنا بالدرس السابق، مقدمة عن المش وكيف استخرجنا المعادلات من عتها، كيف استخرجنا معادلات المش من خلال استخدام قانون كيرشوف فولتج لو. اليوم ناخذ أمثلة تطبيقية. فعندنا أول دائرة، أو أول مثال عندنا مصدر، عندنا مقاومة، ومتسعة ومقاومة أخرى، وعندنا محاثة مصدر فولتية، وعندنا أيضا هنا متسعة على التوالي معها مقاومة ومصدر فولتية ومقاومة، وبالأخير عندنا مقاومة. قيم مصدر الفولتية هي 10.30 درجة زائد ناقص، والمصدر الثاني قيمته 20.0 زائد ناقص. قيم هذه المقاومة 4 أوم، هذه قيم المتسعة جي 4 أوم، المحاثة اللي هي جي 10 أوم، قيم هذه المقاومة 4 وهذه جي 4 أوم، هذه 20 أوم، وهذه R 20 أوم. طبعا بالسؤال مطلوب find the current through R يساوي 20، يعني مطلوب التيار المار بهذه المقاومة. فحتى نحل بالمش أناليسيس، قلنا أول شيء نفرض عندنا تيار واحد في كل لوب، هذا راح نقول عليه I1، هذا راح نقول عليه I2. طبعا قلنا نفرضهم كلهم باتجاه واحد، يعني إذا فرضنا باتجاه عقارب الساعة كل التيارات اللوبات باتجاه عقارب الساعة، وإذا فرضنا في لوب من اللوبات باتجاه عكس عقارب الساعة، فلازم نفرض البقية أيضا باتجاه عكس عقارب الساعة. فنجي نكتب التيارات اللوبات. فأول لوب عندنا اللي هو لوب I1، أول شيء نكتب الفولتيات. عندنا فولتيات، نعم عندنا فولتيات. منين راح إذا أخذنا هذا الاتجاه مال التيار، منين راح نخرج؟ راح نخرج من الطرف الموجب، فإذا هو موجب، فيكون 20.0 يساوي، بعد عندنا آخر فولتيات أخرى، لا ما عندنا فولتيات أخرى، إذا نكتب الـ I1، الـ I1 في الإمبيدنس اللي يمر بيه، فهذا أول واحد اللي هو 4. ناقص عندنا متسعة ناقص جي 4، زائد عندنا هذه المحاثة اللي هي 10 جي أو جي 10، زائد هذه المقاومة اللي قيمتها طبعا 10 أوم، بس أنا نكتبها 10 أوم، ناقص اللوبات المشتركة، التيارات اللوبات المشتركة. إيش عندنا؟ عندنا الـ I1 مشترك مع الـ I2 عن طريق الجي، عن طريق الاندكتنس اللي هو 10 أوم، فناقص جي 10 أوم، I2 ناقص أيضا عن طريق الـ10 أوم مع الـ I3، فناقص 10 I3. هذا اللوب الأول، نبسط معادلته فراح تكون معادلته بالصيغة 14 زائد 6 أو جي 6،
بعدين 4 زائد 10، هذه المقاومات نجمعهن، وهذه نطرحن، فراح يكون 14 زائد J6I1 ناقص J10I2 ناقص 10I3 يساوي لنا 20 بزاوية 0. هذه نقدر نقول عنها معادلة رقم 1 أو معادلة اللوب رقم 1. نكتب معادلة اللوب I2، إذا نكتب لوب I2 نفس الطريقة نفس التكنيك. عندنا مصادر فولتية في هذا اللوب، اي نعم عندنا مصادر، هذا اللي هو 10 بزاوية 30. نشوف منين خرجنا احنا اتجاه هذا اللوب، يعني راح يجي التيار بهذا الشكل، فنخرج من الطرف السالب، فراح يكون سالب 10 بزاوية 30 يساوي الـ I2 في اللي يمر بيهن الإمبيدنس اللي يمر بيها اللي هي J10 ناقص أو زائد 20 أوم ناقص J4 ناقص أو زائد 4 أوم ناقص المشتركات الـ I1، مثل ما قلنا الـ I1 يشترك في الـ I2 مع الـ I2 في الـ J10 في I1 ناقص، هذا يشترك مع الـ I3 في الـ 4 ناقص J4 I3. أيضا نبسط المعادلة نخليها بهذه الصورة، يعني أول شيء الـ I1 بعدين الـ I2 بعدين الـ I3 ناقص J10 I1 زائد 24 زائد J6 I2 ناقص 4 ناقص J4 I3 يساوي لنا ناقص 10 بزاوية 30. تمام، هذا اللوب الثاني. نجي لللوب الثالث اللي هو لوب I3، فكيف نكتب معادلته؟ ماكو عندنا هنا مصدر فولتية في هذا اللوب، فنكتب صفر، صفر يساوي I3 في اللي يمر به المقاومات والممانعات اللي هو 10 زائد 4 ناقص J4 زائد الآر اللي هي 20 أوم ناقص المشتركات مع I1 يشترك بالـ10 أوم فـ10I1 ناقص مع I2 يشترك بالـ4 ناقص J4 I2. أيضا نبسطها هذه المعادلة، نخلي الـ I1 هو بالبداية، فراح يكون ناقص 10 I1 ناقص الـ I2 مع فاكتور مع الـ I2 ناقص زائد العفو 34 ناقص J4 بالـ I3 يساوي لنا 0. طبعا بما أنه عندنا 3 لوبات، طبعا عندنا كم مجهول هو الـ I1 والـ I2 والـ I3، إذا عندنا 3 معادلات. طبعا هذه هي معادلة رقم 2، هذه معادلة رقم 3، فما نحتاج معادلة أخرى، إذا نحلها مثل نحلها بطريقة المصفوفات راح تكون أفضل. بطريقة المصفوفات أول شيء نخلي معاملات الـ I1 زائد J6 ناقص J10 ناقص 10 ناقص J10، هاي معاملات الـ I2 24 زائد J6 ناقص 4 ناقص J4 ناقص 10 ناقص 4 ناقص J4.
34 ناقص جي 4، هذه راح تكون، هذه دائما هذه المصفوفة راح نسميها دلتا، نحسبها على حدة I1 I2 I3 يساوي لنا مصفوفة الحدود الثابتة اللي هي 20 زاوية 0 ناقص 10 بزاوية 30 والصفر. طبعا من خلال هذا الـ احنا نجي نشوف انه الاي الار 1 يمر بها، فرضنا يا تيار الاي 3 يمر بها تيار الاي 3، فانا ماكو داعي احسب قيمة التيارات كلها، فقط احسب قيمة التيار الاي 3 باستخدام مصفوفات وباستخدام جرامر، فاجي احذف معاملات الاي 3 هذه، طبعا قبلها احسب الدلتا اللي هي راح تكون كلها على دلتا، واجي احسب احذف معاملات الاي 3 واعوض عنها بقيم الثوابت، فراح تكون 14 زائد جي 6 ناقص جي 10 ناقص 10 ناقص جي 10 24 زائد جي 6 ناقص 4 بين قوسين طبعا ناقص جي 4. كنا معاملات الاي 3 راح نحذفهن ونخلي مكانهن قيم الثوابت اللي هي ناقص 10 بزاوية 30 0، هاي محددة وليس مصفوفة. تمام، بعد ما نحسبها راح تكون قيمة الاي 3 تساوي لنا من خلال هذه المصفوفة قيمة الاي 3 راح تكون 0.424 ماينس زاوية ماينس 40 ديجري امبير. طبعا هذه اللي هي نفسها راح يساوي لنا قيمة التيار اللي يمر بالآر 20. رسمنا الدائرة أو جد فرضنا اللوبات، لوب أول لوب ثاني لوب ثالث، كتبنا معادلات المش للوب الأول، معادلات المش للوب الثاني، معادلات المش للوب الثالث. طبعا بما أن عندنا ثلاث لوبات فالأفضل نحلها بطريقة المصفوفة، ماكو داعي نحسب كل هذا لأن احنا مطلوب عندنا فقط حساب الـ R، التيار اللي يمر بالآر 20، فماكو داعي أحسب للآي 1 والآي 2 مباشرة من خلال المصفوفات، أحسب الآي 3. طبعا طلاب صورة عامة شلون نحسب محددة المصفوفة 3 في 3، يعني إذا عندنا مصفوفة 3 في 3 نقول A B C D E F H J. شلون احسب هذه المصفوفة؟ اخذ اول طبعا هذه زائد ما ناقص زائد هاي الاشارة، فاخذ اول واحد ال A واحذف هذه العمود وهذا السطر العفو هذا العمود، فراح تكون مصفوفة هاي A F H G ناقص البي، احذف السطر اللي بي والعمود اللي بي، فراح يبقى المحددة الدي العفو دي اف والجي والجي زائد السي، ايضا احذف السطر اللي بي هو والعمود اللي بي هو، راح تكون دي E G H. طبعا ايضا هذني راح تكون، فالايش راح تكون A G العفو E G ناقص H F ناقص B T J ناقص
جي اف زائد سي دي اتش ناقص اي جي، يعني راح تكون حاصل ضرب القطر الرئيسي ماينس القطر الثانوي. هذه هيك تكون حساب المصفوفة الثلاثية، مع ملاحظة الإشارة أنه هذا إشارة تكون ناقص، هذا خلينا ناقص، هذه تكون موجبة، هذه أيضا تكون موجبة. هذه الطريقة نحل السؤال، حلينا المثال الأول. مثل ما أكدتكم لازم إحنا نحل بيدينا المصفوفة حتى تكون عندنا سهولة بالتعامل مع المصفوفات. عندنا المثال الثاني اللي هو راح يكون عبارة عن مقاومة مع متسعة، عندنا هنا مصدر معتمد، عندنا هنا مقاومة أيضا، عندنا مصدر فولتية، مصدر الفولتية قيمته تسحب زاوية صفر، المقاومة 6 أوم، المصدر المعتمد ماينس بلس 2 VX 3 أوم، هذه المقاومة. ال VX طبعا موجودة على المتسعة، يعني قيمتها تعتمد على قيمة الفولتية اللي موجودة على المتسعة، تمام. زائد ناقص طبعا AC. نجي نحدد اللوبات، بما انه مطلوب عندنا باستخدام مش، نحدد اللوبات، نقول هذا I1 هذا I2، تمام. نجي نكتب اللوب I1، طبعا هو المطلوب ايجاد قيمة I1 والI2. كيف نكتب اللوب؟ الـ I1 هل بي مصدر فولتية؟ نعم بي مصدر فولتية. منين البولاريتي مالته نخرج من الطرف الموجب، فإذا راح يكون موجب 9 زاوية 0 في قيمة اللي يمر بها الـ I1، 6 - J3 ناقص I2 ماينس J3، واضح. هذا اللوب 1 هي مبسطة، يعني راح نبسطها أكثر، راح تكون 6 - J3 في ال I1، هنا I1 هنا I1 ناقص، هنا الإشارة راح تدخل تكون موجبة J3 ما قلنا زائد J3 I2 زائد، ويساوي لنا هذه معادلة رقم 1 أو لوب 1. عندنا لوب 2، لوب 2 لوب I2 أيضا هنا عندنا مصدر، أي نعم عندنا مصدر اللي هو قيمته 2 VX خارج من الموجب، راح نخرج من الموجب، تساوي ال I2O اللي يمر بيهن الإلمنت اللي يمر بيها الإمبيدنس زائد 3 أوم ناقص المشترك اللي هو ال I1 ناقص J3 أيضا نبسطها. فاثنين قبل لا نبسطها، هنا عندنا أو نقدر نبسطها بالمباشر، نقول الـ I2 عفوا 3 ناقص J3 في الـ I2
ناقص تصير زائد، نكتبها بالصيغة اللي متعودين عليها، انه معاملات ال 1 ل i 1 اول شيء، سالب في سالب راح تكون موجب جي 3 i 1 زائد 3 ناقص جي 3 i 2 يساوي 2 في اكس. تمام، الان صارت عندنا معادلتين، بس بالحقيقة احنا عندنا ثلاث مجاهيل اللي هو ال i1 i2 و vx. كيف نوجد قيمة ال vx؟ قيمة ال vx هو قيمة الفولتية الموجودة هنا على هذه المتسعة، على هذه المتسعة. فاذا ايش راح تكون قيمتها؟ نطبق قانون اوم ان الفولتية ال Vx ايش راح تكون؟ قيمة التيار اللي مار في المتسعة، اللي هو ايش راح يكون قيمة التيار؟ I1 minus I2، لأن هذا مشترك بين لوبين، I1 minus I2 في قيمة الرياكتانس اللي هي minus J3. هذه نعوضها، هذا نقول معادلة رقم 3، نعوضها في معادلة رقم 2، وراح تكون عندنا المعادلة رقم 2 راح نعوض عنها ثري جي ثري العفو اي ون زائد ثلاثة ناقص جي ثري اي تو تساوي اثنين. نجي نعوض عن ال Vx، هذه ال Vx طلعنا هذه قيمتها، 2 في جي 3 ناقص جي 3 في I1 minus I2 راح تطلع عندنا بصورة عامة جي 9 I1 ناقص زائد 3 ناقص جي 9 I2 يساوي لنا صفر. هذه عندنا هسه معادلتين اللي هي معادلة رقم 1 ومعادلة رقم 2، معادلتين بها مجهولين، فأما نستخدم طريقة التعويض أو نستخدم طريقة المصفوفات، أنتم مخيرين كيفكم، أهم شيء يكون الناتج صحيح. فكيفكم أنتم الطريقة الأسهل لكم؟ احنا بالمحاضرة حليناها بطريقة المصفوفات اللي من عدها تطلع قيمة الـ I1 تساوي 1.3 زاوية 2 9 أمبير، والـ I2 أيضا راح تكون 1.245 زاوية minus 15.95 أمبير. هذا المثال الثاني بصورة عامة. نجي للمثال الثالث والمثال الأخير. المثال الثالث عندنا محادثة مع مقاومة مع مصدر تيار، تمام، مع مقاومة ثانية مع محادثة ومصدر للفولتية. قيم هذه المحادثة J2 ohm للإندكتنس
هذه قيمته 10 فولت بزاوية 0، هذه قيمته 3 أوم، هذه قيمته 5 أوم، هذه قيمته 1 أوم، هذا قيمته قيمة التيار اللي هي 1 أمبير زاوية 0، وهذه قيمتها 1 أوم. تمام، نريد نحلها. طريقة المش طبعا بولاريتي، هذه الطريقة. نفرض تيار I1، وهذا أيضا نفرض تيار I2، هذا نفرض تيار I3. نكتب معادلاته. طبعا احنا هنا المطلوب شنو؟ ايجاد قيمة التيار اللي يمر بالمقاومة رقم 3 اللي هو هذا I. من خلال هذا انه هو نفس قيمة ال I1، فراح نكتب المعادلات ومباشرة نستخرج ال I1. طبعا نقول loop 1 او لوب اي 1، عندنا مصدر باللوب اي 1، عندنا مصدر فولتيه، نعم عندنا مصدر. من اي بولاريتي راح نخرج؟ من الطرف الموجب، فعشرة بزاوية 0. الاي 1 في المشترك اللي يمر بهن اللي هو جي 2 زائد 3 زائد 1 ناقص المشترك اللي هو اي 2 يشترك مع المقاومة اللي هي I1 ال1 أوم. نبسط هالمعادلة راح تكون 4 زائد J2 في الI1 ناقص I2 يساوي لنا 10 بزاوية 0. هذه معادلة رقم 1. تمام، احنا هنا بهذا اللوب الاي 1 والاي 2 عندنا بينات مشترك اللي هو مصدر التيار. هذا مصدر التيار اكيد هو راح يمثل اذا بنفس الاتجاه ان كان راح يمثل حاصل جمعهن، واذا بعكس الاتجاه التيارات يعني واحدة معاكس الاخر فهو راح يكون حاصل طرحهن. تمام، فراح نشوف انه هذا الاي 1 راح يجي هيك بهذا الاتجاه، هذا الاي 2 العفو، والاي 3 راح يكون بهذا الاتجاه حسب الاتجاهات اللي فرضناها. احنا نشوف انه قيمة المصدر التيار هو باتجاه اي تيار؟ باتجاه الاي 3. فراح نقول اي 3 ماينس اي 2 يساوي لنا 1 بزاوية 0 امبير. هذا نعبر عنه سوبر مش. السوبر مش اذا كان عندنا مصدر في اللوب مصدر تيار، يعني مثلا لو عندنا لوب معين لنفرض، بعدين نشرحها افضل. واضح. ايضا راح ناخذ سوبر مش ثاني. ليش ناخذ سوبر من الثاني؟ لان احنا لحد الان عندنا كم مجهول في الدائرة؟ عندنا ثلاث مجاهيل اللي هو الاي 1 والاي 2 والاي 3. الان احنا كوننا معادلتين، لكن بعد نحتاج معادلة اخرى. ايضا راح نكون سوبر مش، ندمج هذا اللوب الاي 2 مع اللوب الاي 3. هنا لوب مشتركات بس ما بيناتهن عنصر مشترك اللي هو مثل اندكتنس او مقاومة، فقط مصدر تيار. هذا ما راح يساعدنا بكتابة اللوب. فناخذ صورة عامة المش، فراح تكون قيمته هذا ال اي 2 ايش راح تكون؟ هو راح يكون اي 2 ناقص اي 1 ناقص اي 1 في المقاومة. I2 ناقص I1 في الواحد أوم. تمام، ناقص
الخمسة زائد الجي في الآي ثري، خمسة زائد جي واحد في الآي ثري يساوي لنا صفر. ليش ناقص؟ لأن عندنا التيارين بعكس الاتجاه، واحد عكس اتجاه الثاني، واضح؟ نبسط المعادلة، هذا طبعا معادلة رقم اثنين، نبسط المعادلة رقم ثلاثة، فراح تكون انه I1 ناقص I2 ناقص خمسة زائد جي ون في الآي ثري يساوي لنا صفر. هذه معادلة رقم ثلاثة. أيضا راح تكون لنا مصفوفة ثلاثية، قيمة المصفوفة الثلاثية أول مصفوفة راح تكون أول عمود راح يكون معاملات الآي ون، الثاني هنا صفر لأن بالمعادلة الثانية ما عندنا فاكتور للآي ون، فراح يكون نعبر عنه بصفر، هذا صفر وهنا واحد. الآي تو هو كله سالب واحد لأن هنا سالب واحد، هنا سالب واحد، فاكتور مالته هنا أيضا سالب واحد، وهنا صفر لأن الآي ثري بالمعادلة الأولى ما موجود عندنا، وهنا قيمته موجب واحد. وهنا قيمة ناقص خمسة زائد جي ون اي ون اي تو اي ثري يساوي طبعا الثوابت اللي اعطتناها هذه المعادلات، اول ثابت اللي هو عشرة بزاوية صفر، الثاني هو واحد زاوية صفر، الثالث هو صفر. فبنفس الطريقة نحل مثل ما حلينا بالمثال الأول، احنا نريد نستخرج فقط قيمة الآي 1، الآي 2 والآي 3 ما نحتاجها لأن هو مطلوب عندنا التيار اللي يمر بالآي بالمقاومة اللي هي قيمتها 3 أوم هذه، فما حاجة نحسب قيمتها. فنحسب مباشرة الآي 1، شلون نحسبها؟ هذا طبعا راح يشكل عندنا دلتا، نحسبها مثل ما شرحتها قبل قليل، طبعا هنا محدد وليس مصفوفة، احذف معاملات الاي 1 واعوض عنها بالثوابت اللي راح تكون 10 بزاوية 10 صفر، 1 بزاوية صفر، هنا صفر، ونزل ثوابت الاي 2 ثوابت الاي 3 جاي على قلنا هذه الدلتا، الدلتا اللي هي قيمة المحددة مال هذه المصفوفة. من عدها نستنتج ان الـ I1 يساوي 2.11 بزاوية ماينس 28 0.1 أمبير، واللي هي نفسها قيمة التيار اللي يمر عندنا بالثلاثة أوم. إلى هنا تنتهي محاضرة، يعني تنتهي موضوع المش أناليسز. تنتهي موضوع المش أناليسز اللي هنا، ونبدأ موضوع ثاني إن شاء الله اللي هو السوبر مش ثيورم. السوبر مش ثيورم هي بكل بساطة إذا عندي دائرتين، أو العفو إذا عندي دائرة بها مصدرين تيار، فراح أحذف وحدة من المصادر مصدرين أو ثلاثة، راح أحذف كل المصادر وأخلي في كل مرة مصدر واحد، وراح أشوف تأثير قيمة أو تأثير هذا المصدر عن الدائرة. ونفس الشيء أكرر السورس الثاني، أيضا أحذف كل المصادر وأخليه بس هو، وأحذف كل المصادر وأخليه بس الثالث، إلى أن
تطلع لي قيم معينة، مجموع هذه القيم المعينة راح تمثل المجموع، يعني كل قيمة راح تمثل تأثير ذاك المصدر على هذا العنصر اللي أريد أحسب به التيار أو الفولتية. بصورة عامة، إذا كان عندنا مصدر فولتية فنعوض عنه بشورت سيركت مصدر الفولتية مهما يكون، voltage source. وإذا عندنا مصدر تيار راح يكون عبارة عن open circuit. open circuit إذا كان عندنا current source. ناخذ مثال توضيحي، مثل عندنا هذه الدائرة، نفرض هذا مصدر فولتية قيمتها Vs، هذه Z1 Z2 أو Z3 العفو، Z2 Z4، وهذا مصدر تيار لنفرض قيمته I. مطلوب عندنا بالسؤال مثلا نحسب قيمة الـ IX باستخدام السوبر مش، تمام. فأول خطوة شنو أسويها؟ أجي أحذف واحدة من المصادر، أي خطوة، أي مصدر تحذفه، أول شي نحذف مصدر التيار، فنبقي فقط مصدر الفولتية، فراح تكون دائرة بهذا الشكل، نعيد رسمها صورة مبسطة. مصدر التيار ايش قلنا نعبر عنه؟ نعبر عنه بأوبن سيركت، نعوف الأطراف مالته سائبة، لأن حتى نلغي التيار لازم نشيل السلك مالته، فهو الأوبن سيركت، فراح تكون Z1 Z2 Z3 Z4، وهذا نعبر عنه الحالة الأولى هو IX1 IXA. كيفك؟ كيف راح أحسب هذه؟ بكل بساطة أقدر أقول إنه هذه أوجد الـ Z equivalent مالتها، فالـ Z equivalent مالتها إيش راح تكون؟ هذه مع هذه جمع Z3 زائد Z4 نجمعهن توازي مع Z2 الكل نجمعها مع الـ Z1. طبعا التيار الكلي اللي يمر بهذه الدائرة، خلنا نفرض IS، راح يكون هو عبارة عن IS قيمة الفولتية عندنا معلومة VS على Z equivalent أو Z total. زين، أنا صار عندي معلوم قيمة الـ IS، أقدر أوجد قيمة الـ IXA باستخدام الكرنت ديفايدر رول IXA، استخدام الكرنت ديفايدر رول اللي هو يقول IS في Z3 زائد Z4 على Z2 زائد Z3 زائد Z4. وجدنا الحالة الأولى اللي هو لما يكون عندنا مصدر الفولتية هو الأكتيف، والعفو مصدر الفولتية هو الأكتف، ومصدر التيار اللي سويناه open circuit. الآن أريد أشوف تأثير المصدر، هذا نقول عليه تأثير مصدر الفولتية على الـ IX. الآن أريد أشوف تأثير مصدر التيار على الـ IX، فأجي أيضا هذا، خلينا نقول هذا case 1، ناخذ case 2، اللي هي راح تكون
عفو، احنا راح نلغي مصدر الفولتية، فش نعبر عنه؟ نعبر عنه بشورت سيركت. Z1, Z2, Z3، هذه Z4، هذه مصدر التيار اللي هو الآي. أيضا بنفس الطريقة نقدر نوجد قيمة الزت، قيمة هذا نسميه طبعا التيار اللي هنا نسميه IXB. طبعا ايضا بنفس الطريقة نقدر نوجد الزت كوفيلنت، اللي ايش راح تكون Z1 توازي مع Z2، تمام. Z1 توازي مع Z2، العفو ما حاجة اوجد الزت كوفيلنت، فقط هذه عندنا حالة توازي، فنوجد قيمتها زد بي، نسميها هذه زد بي. بعدين مباشرة راح تكون يعني عند الدارة بهذا الشكل، نبسطها، هذه راح نعوض عن هذه المقاومة، هذه الامبيدنس وهذه الامبيدنس زد بي، راح تكون عندنا نعم هذا راح يكون بهذا الشكل. عفوا، هذا الشكل راح تكون عندنا. نوجد قيمة التيار اللي يمر هنا، اللي هو خلنا نفرض الـ IB. فالـ IB هو راح يكون الـ IS في الـ Z4 على ZB زائد Z3، هذه زائد Z4، تمام. أوجدنا قيمة ال بي اللي هذا، قيمة اللي هو هنا قيمة ال بي، هذا أيضا نطبق عليه current divider rule. فال IX بي راح يكون ال IB في Z1 على Z1 زائد Z2. طبعا اذا وجدناهن بنفس الاتجاه، يعني الـ IXA اذا كان في هذا الاتجاه والـ IXB اذا كان في هذا الاتجاه، فراح يكون الـ IX الكلية هو IXA زائد IXB. اما اذا بعكس الاتجاه فراح يكون هو الـ IXA ناقص الـ IXB. واضح؟ هذا ابسط مفهوم للسوبر مش. لهنا تنتهي محاضرتنا، تمنياتي لكم بالتوفيق، مع السلامة.